التوتر باللباه مر تقريبا 4 سنوات، ما الذي تغير في تعاطي الاتحاد الإفريقي مع ملف الصحراء المغربية منذ عودة المغرب إليه؟ هو لا 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 تنظن أن من أكبر القرارات الاستراتيجية التي اتخذها المغرب في السنوات الأخيرة هو الرجوع للاتحاد الإفريقي، بمعنى أن لا احنا كنشوفوا من 2017 لليوم كيف، لأن الرهان الأول هو الحل، أنا أقوله الحل بيد الأمم المتحدة، بداية الحل في الاتحاد الإفريقي، بمعنى هل تذكر خطأ؟ أن الأمم المتحدة سبق وأن وجدت حلا لقضية ما؟ لا أقول أن الحل، بمعنى أن الحل النهائي سيخرج من الأمم المتحدة، لأن لا 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 طيب إن كان في يد الحل منذ 40 سنة لم تصل إلى هذا الحل. لا أنا أقول بمعنى أن مشينا في مسار اليوم، والمسار بدأت الأمم المتحدة تعي بإشكاليات عدم حل الإشكال من خلال استفتاء، لأن احنا شفنا في التسعينات كانت الإشكالية حول مسألة تحديد الهوية وكيفاش طرحت الإشكالات بين شيوخ سواء البوليساريو ولا شيوخ اللجان ديال المغرب، وكيفاش هيئات المينورسو والاتحاد الأمم المتحدة عجزات أنها تحل الإشكال. علاش؟ لأنه كان تقني، لأن تم التعاطي مع نعود للتعاطي للاختلاف في التعاطي منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أرجوك. هذا هو اللي بغيت نقول لك، ان من 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 2017 الى اليوم نحن الرجوع للاتحاد الافريقي خلق ديناميه جديده. هذه الديناميه من بين الاهم المخرجات ديالها هو قمه نواكشوط، قمه رؤساء الاتحاد الافريقي في 2018. هذه القمه نباصق منها المساله ديال اتخاذ قرار ارساء الترويكا، والترويكا بمعنى ان الترويكا ممتله من رئيس القديم الاتحاد الافريقي، الرئيس الحالي والرئيس القادم، هادو هما اللي عندهم المسؤوليه في اطار الدفع نحو حل، ولكن في اطار ولكن العمل للأمم المتحدة. الان لا يعلق امال كثيره على الترويكا الموجوده، ربما عينه على الترويكا المقبله انه سيكون هناك السنغال مثلا وجمهوريه القمر. لا ممكن الإشكال اللي كان مطروح هو دائما من خلال مجلس الأمن والسلم، هذا هو الإشكال اللي كان مطروح، لأن كان مجلس الأمن والسلم الاتحاد الإفريقي هو اللي كيحرك مسألة قضية الصحراء من داخل الأمم من داخل الاتحاد الإفريقي. وحنا كنرجعوا لسنة 2015، لأن هذه السنة كانت وقعت فيها إشكاليات، طرحت فيها مسألة ديال الصحراء من داخل من الاتحاد الافريقي، ولكن احنا ما نتكلموش على هذا. اللي مهم هو من 2017 ل 2020 كانت هناك ديناميه مغربيه قويه من خلالها برز ان عده دول داخل الاتحاد الافريقي لم تعد تقتنع بمساله ان هناك كيان في إطار دولة ينتمي للاتحاد الإفريقي اللي هو لاغاست، بمعنى أن هناك دينامية، هذه الدينامية أساسية سوف نرى إلى أين ستذهب. هل هناك طرح في المستقبل على أساس أن يجب التخلي على القرار اللي اتخذ في 1982 اللي سمح لدولة ليست لها مقومات دولة لا في الأرض ولا على أساس أنها تبقى داخل الاتحاد الإفريقي؟ أنا أظن أن هذا هو المسار بالنسبة للمغرب في المستقبل، هو الدفع نحو التفكير في إطار جديد يمكن أن يجعل من التخلي على البوليساريو كعضو داخل الاتحاد الإفريقي.